يا صباح الفل، يا صباح السعادة، يا صباح النشاط. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهلا بكم حبايبي في قناتي، قناة مطبخ زازة. النهاردة هنعمل روتين يكون من هنقول إيه، هنقلب الشقة عليها وطيها، وهنقوم نعمل روتيننا النهاردة ونتنشط. يوم الجمعة كده، النهاردة في أجازة، ولازم هنقوم بقى نستغل اليوم اللي فيه ما فيش فيه مدارس ولا فيه ايه ولا فيه دروس ولا اي حاجة، ونخلي ايه البنوتات ولادنا يساعدونا. ده عندنا الأوضة النوم بتاعتنا، احنا نشيل كل حاجة، وهننظف من تحت السراير، وهنمسح وهنفش، وشلنا السجاد بتاع الشقة كله حطيناه في البلكونة. تعالي شوفوا معايا كده واحدة واحدة كده يا حبايبي، وقوم اتنشط وشوف هتعملي ايه. السجادة اهو هنحطها في البلكونة على ظهره، قلبها على ظهره عشان ما يتعفرش ولا حاجة. كنت شايلاه من الصبح بقى وحطيته في الشمس ياخد تشميسة كده وتحميصة كده، تدي ايه باور كده في الشقة. ودي اوضة البنات ولادي، شلنا كل الفرشة بتاعتها برضك، وهنجيب من تحت السراير وهنمسح وهنوضب وهننضف. ادي كده طاقة إيجابية في قلب شقتك. طب وبعدين هنعمل ايه يا زازة؟ انتي قلبت لنا الدنيا من فوقها لتحتها، هتعملي كل ده ازاي؟ هنستعين بالله وهنعمل كل حاجة. دي المراوح بتاعتنا برضو، احنا عارفين الجو برد، هنظبطها وننضفها وهنكيسها وهنعينها واحدة واحدة مع بعض كده. ودي الانتريه بتاعنا على السفرة، جرينا كراسي السفرة جبناها على الانتريه عشان ننظف من هناك زي ما احنا شايفين كده. كوتشيات مرمية شمال ويمين، يعني مش عارفة اعمل ايه. ودي الرز بتاعنا كنت مبيضاه، ودي السفرة بتاعتنا. طبعا شلنا كل حاجة وشلنا السجاد بقى، احنا قلنا بقى ايه تنظيفة بقى هتكون عميقة بضمير. احنا كل يوم بنكنس الشقة، بس التنظيفة العميقة ديت ببقى اختار يوم الجمعة عشان ايه الاولاد يساعدوني. طبعا بقى تعالوا معايا حبايبي بقى، ايه دي الكراسي السفره بتاعتنا اهيت، هتتمسح كرسي كرسي وتتنفض، وهتخش ايه الاوضه اللي هتنضفها، هندخل فيها الكراسي على ما نخلص بره، وبعد كده ايه نشوف هنعمل ايه. نخش جوه الاول، ناخد اوضه اوضه كده. لا ده انا هوريكم لسه، صحيح هوريكم لسه المطبخ فيه ايه. طبعا بوريكم الكراسي والانتريه والدنيا كلها كده، كل ده هيتجر كده، وهنشد كراسي الانتريه وهنكنس وهنمسح وهنعمل كل حاجه. تعال اوريكم المطبخ بقى. دي بعد ما خلصنا الغدا بتاعنا، عندنا بقى البوتاجاز عايز يتغسل، وعندنا مواعين عايزه تتغسل، وعندنا غسيل عايز يتغسل. كل ده، ايوه كل ده، احنا هنستعين بالله زي ما احنا قلنا، وهنبدا يومنا وهنخلص كل حاجه ان شاء الله. دي طبعا مواعين الغدا زي ما احنا عارفين، ودي شوية حاجات اطباق على الرخامة، كل ده هيتغسل وهيتنظف والدنيا هتبقى فل الوقت. طيب وايه تاني يا زازة؟ احنا دلوقتي هوريكم الغسيل، الغسالة شغالة، انا كل دوت بشتغل والغسالة شغالة زي ما احنا شايفين كده، غسيل على الارض وغسيل في الغسالة، الغسالة شغالة اهي. عشان اخلص كله مع بعضه وبقى ايه ما بقاش فيه لسه هغسل ولسه هعمل دوت. الاوضه بعد ما نظفناها جبنا من تحت السراير ومسحنا الارضيه بتاعتها ونظفنا تنظيف عميقه عميقه والله. انا بنظفها كل اسبوع، بس الواحد علشان شقته بتبقى على الشارع العمومي فهتلاقي على طول بيبقى فيه تراب. وطبعا زي ما انتم شايفين اهوت، هنجيب بقى السجاد بتاعنا بقى هنفرشه دلوقتي بتاع الاوضه، وكل حاجه كده اهوت. هتحس ان انت خدت طاقه ايجابيه، تحس انت بتغير من نفسيتك. انا كده، انا ما بكون النفسيه مش متظبطه بقوم اجيب الشقه من على وطيها، اكنس واغسل واعمل وامسح كله في يوم واحد. دي طبعا يا حبايبي اهوت السجاد جبناه فرشناه، دي السجاده اللي انا بحطها يعني ايه الاوضه ايه جنب دي السجاده الكبيره، والجنب التاني المشايات، عندي المشايات بس ديت هتبقى المشاية رفيعة لان كانت الأوضة في مكان الأول غير المكان ده. طبعا زي ما احنا شايفين كده ديت بقى السجادة ديت على مقاسها بالظبط.
الحته اللي على نفس المكان، لان الاوضه كانت الاول متضيره تضييره تانية، فكان بيجي النشايات التانيين نفس لون السجاده بيبقوا ايه طقم واحد. دخلنا على اوضه بقى البنوتات وبناتنا، نظفناها برضو ومسحناها وفرشناها، كل حاجه كده ظبطناها اهو فرشناها، يعني كل حاجه ايد على ايد رحمه، هتقومي تخلي الدنيا فله وزي الفل. شفتوا؟ طب والله الواحد بعدها جه نام حس براحة نفسية كده، حس بطاقة إيجابية في شقته وفي بيته وفي مكانه، تحس كده في روح حلوة كده. دي الانتريه بتاعنا برضو مسحناه، برضو جبنا من تحت الكراسي الانتريه وشلنا الشيلات بتاعة الانتريه ونفضناها. انا معلش مش بجيب لكم كل المقاطع عشان انا ما بظهر في الفيديو. دي طبعا اهوت مكان السفرة مسحناها، هنجيب السجادة عشان نفرشها دلوقتي وننقل بقى السفرة وكراسي السفرة تاني زي ما احنا شايفين يا حبايبي كده اهو. شايفين؟ ايوه دي السجادة بقى بعد ما فرشناها. والله تسلم ايدك يا مشاهد، والله تسلم ايدك. الروتين يوم الجمعة دوت يبقى جميل والله وخفيف. طبعا بعد ما جبنا السفرة والكراسي ومسحنا وفرشنا، ده الفريزر بتاعنا، ده مكان الرز بتاعي بقى لاني مفيش مكان احط فيه الا هنا. وده النيش بتاعنا اهوت زي ما احنا شايفين، والله ما خدت وقت خالص. انا اساسا بحب يعني ايه، انا قلت اغير اوريكم الروتين اللي انا بعمله من اوله لاخره. ما عملتش اكل، ما صورتلكوش اكل في اليوم ده. ده المطبخ بقى بعد ما شطبنا الحوض المواعين اللي كانت فيه وشطبنا الرخامة بتاعتنا وظبطنا كل حاجة فيه. شفت بقى اهو، شفت الدنيا كلها بتلمع ازاي؟ والله تحس ان الدنيا رايقة اهو، وتحس ان بتنامي بالك مرتاح كده، مش هتبقى شايلة اهم حاجة. انت يوم السبت صباح عندك السبت، هتودي مدرسة ولا هتودي دروس ولا هتعملي غدا ولا هتنضفي، ليه عندك وقت اهو. هو يوم الجمعة اشتغلي فيه على قد ما تقدري واعملي على قد ما تقدري زي ما احنا شايفين كده يا حبايب. دي بقى الشقة كلها بعد ما خلصناها خالص، رشناها معطر كده وشغلنا القرآن. رأيكم استاهل لايك ولا ما استاهلش؟ استاهل اشتراك في القناة ولا ما استاهلش؟ يا ريت بقى يا حبايبي ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه، وتكتبي لي كومنت حلوه كده منك، وتقولي لي تسلم ايدك يا مشاهد، تسلم ايدك يا زازه. واتمنى كده ان انتوا تدعموني وتخلوا القناه تكبر و احقق بس حتى لو شروط اليوتيوب. انا سايباها على الله وعليكم يا حبايبي، وان شاء الله ربنا هيكرمنا جميعا. ودعوة حلوة من عندك كده يا حبيبتي انتوية لطنطك المشاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.